ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور وليد جبل الله الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، قراءاتك لما تضمنه المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالرخص الذهبية والتي تم إصدارها وحرص الدولة على دعم القطاع الخاص والمستثمرين. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. وبالتاكيد من حيث المبدا فان الاجتماع الاسبوعي لرئاسه مجلس الوزراء نراه دائما قريب من المواطن وقريب من المستثمر، وهو يتابع كافه المتغيرات التي تحدث في مصر ويصدر القرارات اللازمه لها. اليوم اتصور ان هناك ثلاثه محاور مهمه حدثت في هذا الاجتماع وكان لها قرارات مهمه. المحور الأول متعلق بالرخص الذهبية، تلك الرخص التي أتت بعد المؤتمر الاقتصادي والذي تم فيه مطالبة من رجال الأعمال بهذه الرخص الذهبية، واستجاب لهم السيد الرئيس ووجه بشأنها. بالفعل رئيس مجلس الوزراء أعلن الموقف التنفيذي بشأن ذلك بأن هناك 9 رخص بالفعل تم الانتهاء منها وتم استعراضها، وهناك 4 رخص قادمة، وهو الأمر الذي يؤكد أن هذا الملف يسير في مساره الصحيح. في محور آخر هو المحور المهم جدا، وهو محور طرح الشركات، وهذا في البورصة المصرية. وهذا الملف ملف مهم جدا لأنه أخذ الكثير من الدراسة. اليوم يسير وفقا لنسق مهم، وفقا لوثيقة سياسات ملكية الدولة بمنتهى الشفافية. أعلن رئيس مجلس الوزراء الموقف، هذا الإعلان تصوره في ذاته نوع من الترويج لتلك الفرص حتى يكون المستثمرين في انتظار ذلك الطرح، سواء المستثمر المحلي أو هو تنويه وتأكيد لما حدث من اجتماع بالأمس من لرئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التخطيط ورئيسة الصندوق السيادي بشأن الترويج لهذه الطروحات. نتصور أن هذا الملف يسير في طريقه الصحيح، وأيضا هو بيسير بمنتهى الشفافية التي يعلنها رئيس مجلس الوزراء خطوة بخطوة. كان هناك ملف مهم جدا أيضا، ملف متعلق بالقطاع العقاري، وهو القطاع الذي استجاب فيه رئيس مجلس الوزراء بإعطاء مهلة 20% زيادة لتنفيذ المشروعات العقارية. فالمستثمرين في القطاع العقاري يعانون من ظروف السوق حاليا، فهو أعطاهم صحيح مهلة إضافية 20%، كما أعطاهم هامش يصل إلى 10% بقبول أن تكون نسبة التنفيذ 90% بدلا من 10% لقبول مشروعاتهم. وأتصور وأتمنى أن يمتد هذا الأمر ليس فقط للمستثمرين ولكن أيضا للمواطنين الذين حاصلين على قطع أراضي من المجتمعات العمرانية الجديدة ولديهم مهلات أو شكت أن تنتهي، ويستطيعوا أتمنى أن يشملهم هذا القرار. بالتالي فإن رئيس مجلس الوزراء، وكما عودنا في هذا المجلس، أنه قريب من المواطن، قريب من المستثمر. ملف أيضا مهم لابد أن ننوه عنه، وهو متابعة رئيس مجلس الوزراء للسلع التي تدخل في مصر، وأن وتيرة دخول السلع من الموانئ المصرية عادت إلى معدلتها الطبيعية لما قبل عام مضى. بالتالي فهي رسالات طمأنة، وهذه الرسالات طمأنة تتسم بالشفافية الشديدة، تنم عن متابعة دقيقة وفورية لما يحدث، وقرارات حاسمة تتعامل مع المشكلات في صميمها دون تأجيل أو دون أي تسويف لتلك المشكلات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.